يعني تعالوا بقى نروح ونتعرف مع حضراتكم على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه من خلال زميلتنا العزيزه سارة حامد. هي موجوده حاليا في فرع النادي الاهلي بالجزيره. صباح الفل عليكي، اهلا، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده في بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا كريم حاليا انا متواجده داخل لمقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وخلينا نبتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده الكابتن سامي قمصان القائم باعمال المدير الفني لفريق الاول. يمكن النهارده ان شاء الله يعني الفريق الاول لكره القدم عنده مباراه مهمه في بطوله الدوري او في الجوله ال20 من بطوله الدوري الممتازه لكره القدم. النهارده المواجهه هتكون امام نادي الزمالك وهتقام ان شاء الله في تمام الساعه 8 مساء على استاد الاهلي والسلام. يمكن خليني اقول لك يا كريم واقول لك انا هوندو لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي انه الفريق يعني يمكن متعود دايما قبل اي مباراه في بطوله الدوري بيدخلوا في معسكر مغلق قبل المباراه بيوم، ولكن يعني قرر كابتن سامي والجهاز الفني ان الفريق يدخل قبل المباراه دي بالاخص مباراه الزمالك يدخل الفريق في معسكر مغلق قبلها بيومين. يمكن تقريبا دخلوا يوم الجمعه الماضيه في فندق الاقامه عشان يكونوا في حاله تركيز شديده ويكونوا مستعدين بقوه لمباراه نادي الزمالك. طبعا بتمنى لهم التوفيق النهارده ويفرحونا ويحصلوا على 3 نقاط اللي هيكونوا يعني مهمين جدا طبعا للنادي الاهلي في مشواره في بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. يمكن كمان عشان يدخل مباراه النهارده النادي الاهلي هو في المركز الثالث من بطولة الدوري برصيد 40 نقطة ونادي الزمالك في المركز الأول برصيد 44 نقطة. كمان النهارده ان شاء الله يعني خليني اتكلم شويه يا كريم وانا هوند عن استعدادات النادي الاهلي او اداره النادي الاهلي في جميع فروعه عشان يعني يجهزوا بقى الاماكن والكراسي وكل حاجه لاعضاء النادي الاهلي. يمكن دايما متعودين في المباريات المهمه النادي الاهلي في جميع فروعه والاداره التنفيذيه واداره الخدمات بيجهزوا جميع الشاشات، الشاشه الرئيسيه وجميع الشاشات الثانيه العرض عشان الكل يبقى عنده الفرصه والامكانيه ان هو يتفرج على المباراه بشكل جيد. كمان هيكون في عدد كراسي كتير جدا لكل اعضاء النادي الاهلي سواء هنا عند الشاشه الرئيسيه او عند يعني الشاشات الاخرى داخل المبنى الاجتماعي او كمان يعني عند المنافذ والمطاعم. فطبعا بقول لكل اعضاء النادي الاهلي ان النهارده ان شاء الله يمكن كمان قبل المباراه ب3-4 ساعات هيكون موجوده كل الاستعدادات دي وهتكون موجوده كل الاماكن دي عشان طبعا يعني اداره النادي الاهلي هتستقبلهم ويكونوا عندهم الفرصه ان هم يتفرجوا على المباراه بشكل جيد. كمان خليني اتكلم شويه عن قرارات مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب اللي يعني امبارح هو ومجلس اداره عقدوا يعني اجتماع العصر امس السبت ويمكن يعني اتكلموا فيه شويه قرارات مهمه تخص بالأخص يعني الألعاب الأخرى والألعاب الفردية. يمكن قرر مجلس إدارة النادي الأهلي اعتماد تشكيل يعني الأجهزة الفنية لجميع الألعاب الأخرى. يمكن في كرة السلة قرروا إنه المدير الفني للفريق الأول رجال مستر أجاست إبوش المدير الفني الأسباني لفريق النادي الأهلي، وفي كرة السلة سيدات الكابتن طارق خيري ومدير قطاع الناشئين والناشئات دانيال بادروس ومدير الأكاديمية كابتن طه الغنام، في كرة الطايرة كابتن محمد مسلحي، وفي كرة الطايرة سيدات كابتن حمدي الصافي ومدير قطاع الناشئين كابتن طارق فريد ومدير الأكاديمية كابتن محمد الشكشاكي، وفي كرة اليد دانيال جوردو ورئيس الجهاز ياسر لبيب، وفي كرة اليد سيدات كابتن محمد عادل والقطاع الناشئين راؤول جراسيا. ده بالنسبه للاجهزه الفنيه. كمان يمكن قرر يعني كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره ان هم يعتمدوا تشكيل لجان المواهب برضو في جميع الالعاب الاخرى سواء سله او طايره او كمان كره اليد. في كره السله كابتن محمد طاهر رجب وكابتن شريف عبد الفضيل وكابتن محمد سلعاوي، وفي كره الطايره كابتن نور عطيه وكابتن محمود ابو العلا، وفي كره اليد كابتن احمد فوزي وكابتن ابراهيم السيد. يمكن دي انا هوندو يا كريم كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه وكمان يعني قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي أمس واستعدادات وتجهيز يعني الأماكن هنا وكافة الأمور لجميع أعضاء النادي الأهلي لمشاهدة مباراة اليوم. أكيد أنا معاك يا كريم ومعاك يا هوند لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. لا والله مفيش أي أسئلة، في بس شكر جزيل ليكي زميلتنا العزيزة سارة حامد على هذه التغطية المتميزة، ودايما الماتشات دي بتبقى دمها خفيف جدا لما بتحضريها في النادي. الشاشات العملاقة والناس والتشجيع الشاشة بتاعتنا الكبيرة دي اللي بتتحط وكلنا بنبقى قاعدين وتبقى أجواء حلوة طبعا.